ما تمش على جوازهم 24 ساعة. أنا نفس النظام، هي بتتجمل قدامي وأنا اتجملت قدامها. أنتوا مع العريس ولا مع العروسة؟ أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، وأهم درس بنحرص عليه إن إحنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا. الصراحة والمكاشفة بين العريس والعروسة شيء هام جدا لا يمكن التغاطي عنه. يعني وده فايدة برنامج ساعة مع حنفي، إن إحنا بنقدم النصيحة والعزة. عروسة مثلا عندها مشكلة، المفروض وهي قاعدة مع عريسها تقول له على فكرة أنا بعاني من مشكلة، مثلا عندي السكر، عندي الضغط، أو عندي التبول لا إرادي. العريس المفروض في فترة الخطوبة يعرف عروسته بكل مشاكل، على فكرة أنا عندي مثلا مشكلة في القلب، المفروض أن أنا أعمل عملية بعد سنة أو اتنين، أنا عندي السكر، أنا عندي روماتويد. المفروض كده، لأن الحياة دي ما بتستخباش. يعني اللي عنده السكر ده لما يتجوز مراته هتشوفه هو بياخد دواء السكر، اللي عنده الضغط مراته هتشوفه هو بياخد دواء الضغط، اللي مراته عندها روماتويد جوزها او عريسها هيشوف ان هي بتاخد حقن الروماتويد، اللي عندها سكر او ضغط جوزها. فبالتالي حاجات ما تستخباش. ليه تستخبى؟ ما دام العريس هيعرفها واحنا بنعمل في بعضنا مقالب. يعني العروسه لما تخاب، يعني خلي مثلا عروسه عندها تبول لا ارادي، وده مرض بتعاني منه بعض الفتيات. هو العريس لما يتجوز العروسة ويوم الصبح ويلقى العروسة في موضع او في منظر مش كويس، هي دي حاجة تستخبى؟ فالمفروض المكاشفة والمصارحة ليه؟ علشان بكرة وبعده لما يتجوزوا ما يفاجئش بالموضوع ده، انتوا نصبتوا علي، انتوا ضحكت علي، انت ليه ما قلتليش؟ فهي لما تقول له من الاول لما يتجوزوا بقى ويحصل موقف زي كده تقول له ما انا قايلالك، انا مش قلتلك، انا مش شرحت لك، انا مش عرفتك، انا 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 انا، ده المفروض. تعال نشوف اللي حصل بقى بين عريس وعروسة ما تمش على جوازهم 24 ساعة. الاتنين بيحبوا بعض جدا، والاتنين هي حربت اهلها وهو حارب اهله لغاية ما قدروا ان هما يكللوا قصة حبهم بالجواز، شيء جميل. والعريس استجاب لكل طلبات اهل العروسة وعمل الفرح في اكبر النوادي وحجز جناح في افخم الفنادق. يعني كل طلبات العروسة واهلها تم تنفيذها، والعروسة في قمة فرحتها، وبالفعل عملوا فرح كبير جدا. المعازيم كل المعازيم اللي اهل العروسة جم واهل العريس جم، وفرح كبير جدا اسطوري. ايه بقى في خلال 24 ساعة ايه اللي حصل في الصباحية، وايه اللي خلى العروسة تقول اتطلق؟ العريس نصب علي. ايه اللي حصل؟ تعالوا بينا نقولكم ايه اللي حصل، بس بعد ما ندعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازالة الحلقة. ايه اللي حصل؟ ان العريس اول ما دخلوا شقتهم ودخلوا علشان يكملوا فرحتهم عريس وعروسة، وده شرع ربنا ما فيهوش عيب، العريس كان قال لك اطفي النور، اطفي نور الاوضه، والعروسه محرجه فقالت احسن. وفعلا دخل العريس على عروسته في قمه السعاده. طب ايه المشكله؟ ايه عرف ولا عرف وزي الفل؟ طب العروسه عايزه تطلع ليه في الصباحيه؟ العروسه فوجئت ان العريس قايم من النوم داخل ياخد حمامه، وطلع شافت المصيبه ده من وجهه نظرها. ايه هي المصيبه؟ انه اصلع، وان هو كان لابس باروكه، وانه ضحك عليها وغشاها، وانه يستحيل العشره، ما دام نصب عليا وضحك عليا ده ولادي بكره وبعده يبقى قرع زي ابوهم، او الواد يطلع اصلع. يا حبيبتي احنا هنا عندنا بنقول على الرجل الاصلع ده ذكي، الانسان الاصلع ده ذكي. وخلي بالكم دلوقتي في موضه، يعني لو شفنا دلوقتي في ناس بيحلقوها موضه زي حسام حسن وابراهيم حسن، وفي ناس كتيره جدا على فكره بيقول لك ايه نحلقها خالص، وفي لعيبه كره على فكره بيخلوها زي ما بيقول لغه الدرج كده زي لبطه. صراحة ربنا خلق الشعر زينه سواء للست او للراجل، لكن للست اكتر. الراجل ما فيش مشكله لما يكون اصلع. فوجئ ان الزوجه لم العروسه لمت هدومها وراحت عند اهلها وبتطلب الطلاق مع الاحتفاظ بكل حقوقها.
بحجة ان الزوج ضحك ونصب وخب عليها انه اصلع، وان الصلع مرض وراثي ممكن ينتقل لولادها، وهي ما بتتمناش ان ولادها في يوم من الايام يعانوا من الصلع. العريس اول ما عرف كده ولقى الورق جاي له من المحكمه راح للمستشار اسمه المستشار القانوني احمد عجب، فقال له هل يجوز للزوجه ان هي تطلب الطلاق عشان اخفيت عنها ان انا اصلح؟ المستشار القانوني كان رده قال ايه؟ قال لك اذا كان عيبا منفرا ومستحكما بالراي. يعني ايه منفر ومستحكم؟ يعني مثلا مرض تناسلي، طب هيعاشرها ازاي؟ من حقها تتطلق للضرر وتاخد حقوقها كامله. لو كان مرض، وخلي بالكم حتى لو كان مستحكم ومنفر، بس قال لها يعني اللي هو يتجوزها، وقال لها قبل ما يتجوز على فكره انا عندي مرض يمنعني من الممارسه الكامله معاكي كزوج، لو قال لها ما ينفعش بعد الجواز ترفع عليها قضيه طلاق للضرر وتطلب حقوقها. ليه يا حبيبتي؟ ما انا قايل لك قبل الجواز، هو مش قايل لك ومعرفك؟ جاي دلوقتي بتطلب الطلاق وعايز تاخد كل حقوقك؟ يعني حتى لو كان مستحكم ومنفرا ومصيبه سودة، ما دام قايل لك قبل الجواز المفروض ان انت ما تعترضيش بعد الجواز، لان انا معرفك. لكن حته ان انت اصلع ده عيب، ممكن يكون في وجه النظر الناس عيب، لكن مش مستحكم ومش منفر. ودلوقتي في علاجات وفي زرع للشعر. المستشار احمد عجب بيقول ده ما يستلزمش ان الزوجة تطلب الطلاق للضرر، لانه عيب مش منفر وعيب مش مستحكم، وبالتالي من حق العريس ان هو يطلع او يرفع قضية نشوز على زوجته، واذا اصرت على الخلع ترد له المهر وترد له كل هداياه. وبالفعل لجأ العريس للقضاء وابتدت الاجراءات في القضاء وفي محكمة حاكم الاسرة، علشان الزوج بيقول لك انا ما غلطتش في حاجة، ده نوع يعني طب ما العروسه بتحط مكياج وهي داخله عليا، ده مش نوع من التجميل، بتخبي اي دفوهات او اي اخطاء او اي مشاكل في وشها بالكريمات وبالمكياج وباحمر الشفاف وبالكحله وبتبدا ده احيانا الواحده بالمكياج لما بتغسل وشها ما تعرفهاش. انا نفس النظام، هي بتتجمل قدامي وانا اتجملت قدامها وجبت باروكه ولبستها، انا ما خبيتش عنها حاجه، زي ما هي بتدخل بالمكياج هي ما خبيتش عني حاجه. هو المكياج بيخبي، انا الشعر نوع من اعتبروه نوع من المكياج، ميك اب انا حطه على راسي، وبالتالي مش من حقها تطلب الطلاق. انا عايزك تكتبوا في التعقيبات او في التعليقات رايكم ايه، اكتبوا لي في الكومنتات واحنا بنقراها. هل من حق الزوجه او العروسه تقول ان عريسي غشني، وان اولادي بكره وبعده هيطلعوا صلع، وانا مش عايز اولادي في يوم من الايام واحد منهم يشتكي انه عنده صلع؟ هذا عيب منفر وعيب مستحكم يتطلب ان الزوجه في الصباحيه تطلب الطلاق علشان ضحك عليا وغشني وطلع اقرع؟ ولا من حق الزوج ياخد بقى كل حاجه؟ عايزه تطلعي انا هرفع قضيه نشوز، عايزه تخلعيني اخلعيني، لكن قضيه طلاق وتاخدي كل حقوقك لا. انتوا مع العريس ولا مع العروسه؟ هو ده بقى اللي احنا مستنيين تعليقاتكم. القضية دي طبعا ما حصلتش في مصر، لكن حصلت في المملكة العربية السعودية، عشان تعرفوا ان المشاكل الزوجية والخلافات مش قصر على دولة بعينها، ده في كل المنطقة العربية. ما حصلتش في اوروبا ان واحدة تطلع عشان عريسها اصلا، ده في بعض الدول بيعتبروا العروسة اللي بتاخد واحد اصلا محظوظة في بعض الدول، لكن هنا في المنطقة العربية بنسمع العجب العجاب، وياما لسه هنشوف. لكن هنقول ايه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.